السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبتين بكم ومرحبتين بأخوي أسامة معي في الاستوديو. طبعا المتابعين لنا على صفحة القناة قناة التنصح الفضائية على فيسبوك أكيد شفتوا موضوع حلقة اليوم، وهو أن حفتر قال من دخل بيته فهو آمن. وبالأمس حي الأكواخ منطقة بوسليم تعرض لقصف عشوائي بالراجمات، وطلبنا أراءكم في هذا الموضوع وحنناقشوها اليوم. أسامة مباشرة، شو رأيك في اللي صار أمس في الليل؟ أهلا مصطفى، مرحبا بك وضيوفك الكرام. شو رأيك في اللي صار أمس؟ سؤال غريب شوية، يبدو لي كل إنسان عاقل رأيه أن هذا اللي صار أمس إجرام يعني. وبالمناسبة هو أظن القصف ما كانش في منطقة حي الأكواخ فقط، لكن حتى في بعض مناطق عين زارة وطريق الشوك لعله وجهة هذيك صار فيها بعض القصف. وأنا حقيقة ما نعرفش عسكريا ليش القصف هذا، هل هو نوع من القوات المتراجعة مثلا هي تقصف، ولا هيك كساد هيك وخلاص؟ الأمر غريب شوية، خاصة حي الأكواخ منطقة ما فيهاش معسكرات، ما فيهاش تجمعات عسكرية أو كذا. فالمسألة مسألة إجرام بحت يعني، مسألة فقط هو يقصف الآمنين في بيوتهم. وأنا أستغرب يعني حتى حفتر يقول من دخل بيته فهو آمن، هو استخدم التعبير متاع فتح مكة هذا متاع النبي صلى الله عليه وسلم. فتستغرب كيف يحاول يقنع الناس بكلام زي هذا، هو قاعد يقصف في الناس الآمنين في بيوتهم بالجراد. في الواقع قصف أمس قصف غريب جدا، قصف المفروض في نظري الشخصي يفيقوا الناس اللي ما زالوا يناصروا خليفة حفتر، الناس اللي ما زالوا يروا أنه هو جاي بالسلام إلى طرابلس، اللي ما زالوا يروا أنه هو جاي من أجل خدمة أهل طرابلس ومن أجل خدمة الناس في طرابلس. المفروض أنهم يفيقوا ويعرفوا أن اللي يقصف فيهم بالجراد يعني من الواضح جدا أنه هو مش جاي حبا فيهم. طيب في فيديوهات انتشرت يعني، وسائل إعلام الكرامة أيضا قالت أن احنا قصفنا مواقع للإرهابيين والميليشيات في طرابلس، وحتى جنودهم متقاها وقالوا هذه توا لحظات القصف وكذا إلى آخره. وفي حتى من قال أن احنا بنردوا حي الأكواخ للأكواخ زي ما كان زمان. يعني ليش الحقد هذا؟ ليش الكره هذا كله لسكان العاصمة؟ إذا كنت حان عليهم جاي تبي تحررهم من الإرهاب، فليش أنت حاقد على السكان أصلا؟ هو الحقد خلي نقول لك مش على سكان العاصمة كونهم سكان عاصمة، الحقد في نظري عمن يخالفهم في الرأي. احنا شفنا الناس اللي نبشوا قبورهم في بني غازي، اللي لم يأمنوا في قبورهم، الناس اللي بنتهم سمحة، هذو ما كانوش من العاصمة وما كانوش من طرابلس، هذو هم منهم من الشرق لكن هي الفكرة مش فكرة شرق وغرب زي ما هم قاعدين يحاولوا يسوقوا، هي الفكرة فكرة أنصار حفتر وأنصار الحرية. أنصار حفتر هم الناس اللي قاعدين يقصفوا في الناس بالجراد، يمشوا في القبور ويقتلون الآمنين، قاعدين يصفوا في الأسرى، يحرقوا في الأسرى زي ما شفنا. هذا معسكر، هذا صف يعني، والصف أو هذا فيه بالمناسبة من أهل الشرق والغرب وإن كان مركزهم في الشرق، في حين الناس الآمنين اللي موجودين في طرابلس اللي في الأصل ما كانوش يبوا الحرب، إنما حاربوا دفاعا عن أرضهم، حاربوا من موقع المدافع مش من موقع المهاجم. وإن كان احنا شفنا بعض التصريحات لمسؤولين في طرابلس تتحدث عن بداية الهجوم، إن مواقفهم ستتغير من الدفاع إلى الهجوم. لكن ما يهمنا هنا هو ان احنا نقولوا ان الناس في طرابلس سيقوا الى الحرب عنوة، ما كانوش يبوا يحاربوا، وللاسف ما زال عندنا ناس موجودين في طرابلس او في الشرق يشوفوا في حفتر فاتح، وفي حفتر رجل سلام، وفي حفتر انسان جايب الحريه لاهل طرابلس. طيب اول تعليقات معنا على البت المباشر، روجي الحراتي يقول او تقول الله اعلم ما فهمتش الاسم شو معناه، حفتر يشكل خطر على الامن القومي الليبي وما فعله يؤهله ليكون اكبر ارهابي ليبي ويجب القبض عليه. بعد هيك ما عاش فيه، ما زال ناس تبيه وتدافع عليه ومصدقه ان جيش. للعلم حفتر جنسيته امريكيه يعني ماهوش ليبي،
هو لي بالأصل ربما، لكن جنسيته اللي يحملها الآن هي جنسية أمريكية. أسامة، لعل إسقاط طائرة أمس لميليشيات الكرامة ربما هذا اللي خلى ثائرتهم تثور وينتقموا بالطريقة هذه، ربما لو الإخوة في الكنترول يعرضونا لحظة استهداف الطائرة. هو صحيح أمس سقوط الطائرة، أنت استخدمت مصطلح استهداف، هم أمس قالوا إنها سقطت بسبب خلل فني. طيب أسامة خلينا نشوف الفيديو معلش. يصلع برافو وربي زع علي. الله اكبر الله اكبر. الغريب في الامر اسامة ان قالوا عطل في نظام الهيدروليك، وقالوا في اللي ان البنزينه ناقصه، وقالوا الحمد لله جت في الحديد والطيار نجي. تعليق بسيط مني بس، ان كميه المضادات الارضيه اللي طلعت والصاروخين يعني داروا حتى اكس، يعني خلاص الطياره ما عادش فيه، اكيد حتدير عطل في الهيدروليك وتدير عطل في انظمه التحكم، هي حتنهي الطياره اصلا. هو انت ادرى بامور الطيران مصطفى، لكن انا اظن ان كميه الوقود هي محسوبه جدا، من لا اظن من المنطقي ان طيار يخرج بطائره وما يعرفش كمية الوقود اللي ممكن ترجع للمكان اللي يطلع منه أو المكان اللي بيهبط فيه. ففكرة انتهاء الوقود على الطائرة هكي فكرة زي اللي غريبة شوية في وضع زي الوضع هذا، طبعا ما فيش حاجة منعتها من الهبوط أو كذا، عرفت؟ ففكرة، وبعدين هم يبدو لي إن بدوا يدوروا في مبررات من أول ما سقطت الطائرة. في الأول قالوا الوقود انتهى، ثم قالوا عطل في الطائرة وكذا. لكن المزعج مصطفى إن احنا قاعدين فرحانين بسقوط الطائرة، وهذا منطقي لأنها طائرة جاية بتقصف مدنيين، جاية بتقصف مطار، جاية بتقصف ناس آمنين. الفكرة ليش احنا في بلادنا نشعر بها؟ ليش طائرة ليبية تجي بتقصف ليبيين ونفرح لما احنا الليبيين نطيحوها؟ كان ال ال الأولى بأهلنا اللي جايبين الطيارات يبوا يقصفون بها في طرابلس انه يتفضلوا لطرابلس من غير طائرات. هو لو ولع سيارته وجاء لطرابلس ما فيش حد وقفه ولا قال له انت وين ماشي. لكن الفكرة ان كمية الحقد هذه اللي خلاته يركب طائرة محملة بالذخيرة ويأتي لقصف الناس الآمنة في طرابلس، يقصف مطار مدني، هذا امر غريب جدا، امر يخليك تراجع كثير من الحسابات، ولعله يخلي حتى غسان سلامة يراجع حساباته. غسان سلامة اللي قال في فترة ما احنا نعرف شكون اللي يقصف في طرابلس لكن ما نبوش نقول عليه، اظن تو الصوره صارت اوضح وما نعرفش هل هو ما زال ما يبيش يقول على اللي يقصف ولا خلاص. خلينا نشوف تغريده اسامه الاخيره، يا ريت لو تعرضوا لنا تغريده غسان سلامه. هو غرد على تويتر اليوم اظن، امس غرد على تويتر. طيب، بشان المؤتمر الجامع التغريده قدامنا الان، يقول كان اليوم يوم التقاكم في غدامس تخطون فيه معا معالم سبيل نحو دولة موحدة قادرة منصفة مدنية ديمقراطية. قديش وحدة؟ 1 2 3 4 5. أوكي، لكن الرياح راحت في مناح أو في مناح أخرى لم تكن السفن تشتهيها ولطخ الدم المسيرة. موقفنا لن يتبدل، فإنما الحرب ما علمتم وذقتم ولا حل مهما اشتد العناد إلا سياسي. يعني مش عارف هو الكلمة الأخيرة هذه. شوف يوم 13 في قريب الساعة 12 في الليل، يعني تقريبا يوم 14 يعني أمس أظن. هي الفكرة، شوف لاحظ أن تدوينة سلامة مثلا هو يتحدث عن الحرب وأن الحرب سيئة، وأنا أعجبني توظيفه لبيت زهير بن أبي سلمى، البيت من المعلقة الشهيرة، يقول فما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم. فلكن في الواقع ما زال هذا التدوين يبدو متخاذلا. انت متخيل لو الجيوش كانت جيوش من طرابلس او من تيار الثوره
ومشت حاصرت مدينة ثانية أو مشت حاصرت بنغازي أو غيرها، أنا أظن أن تدوينة سلامة كانت حتكون مخالفة جدا، كانت سوف توجه يعني لوما شديدا وتقريعا للمخالف. الأصل أن يوجه لوم والتقريع لحفتر وللقوات المهاجمة يا سيدي، خلينا نقوله ما يقعدش الكلام بصفة عامة زي ما يحكي زهير بن أبي سلمة عن عبس وذبيان ويدعو إلى المصالحة بهذه الصورة. أنت الآن عندك قوات مجرمة تهاجم العاصمة وقوات لم تتحرك من العاصمة تدافع عن نفسها، فمن السذاجة أحيانا المساواة بين القوتين. طيب ليش هو ما يعترفش يقول ان كان في اعتداء وفي دفاع على النفس؟ ليش يعني يقول ان هي حرب ويقول الحرب ما علمتم وكذا وما فيش حل الا الحل السياسي؟ طيب يا غسان، ما انت كنت ماشي اصلا للحل السياسي، وحفتر اللي انت معترف به وتقول المشير حفتر القائد العام للجيش الليبي هو اللي انقلب على حلك السياسي. صحيح. يعني رسالتك موجهه بالضبط لمن؟ هل اللي دافعوا للعاصمه ان راى الحرب ممكن تقتل منكم اشخاص أو أن الحل لابد سياسي، يعني ارموا سلاحكم برا وتفاهموا مع حفتر؟ والله المغزى غير واضح. يعني هو زهير بن أبي سلمة في البيت الثاني بعد البيت هذا في المعلقة شنو يقول؟ يحكي عن الحرب، يقول متى تبعثوها؟ تبعثوها دميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرمي. يقول الحرب لما تولعوها ما عادش تقدروا تطفوها. فكأني به يخاطب بها غسان سلامة، لأني أظن أن البعثة الأممية هي ساهمت إلى حد ما في إشعال هذه الحرب كونها لم توقف المعتدي. فكأن زهير بن أبي سلمة من تقريبا 2000 سنة قاعد يقول لي غسان سلامة راه وتقريبا رد حتى ببيت آخر بعد البيت هذا، وإن بعتموها دميمة حاجة زيكي. أي هو يقول متى تبعثوها؟ تبعثوها دميمة، متى تبعث الحرب هذه؟ تبعث دميمة وتضرى تتولع تشلع يعني، وتضرى إذا ضريتموها فتضرمي، تضرم يعني تولع نار كبيرة ما تقدروا تطفوها. طيب غسان سلامة حتى في حاطة يعني باش ما نتعمقوش واجد في الموضوع، قال إن راه معلقات يعني خاطري نتعمق واجد، كانوا قاعدين نحكوا على المعلقة أحسن. ما هذا باش عارفك يعني تاخذ مجالك ونهرب من موضوع الحلقة. فالمهم يعني قال إن راهو يا جماعة قدامكم الحل السياسي فقط، وإلا راهو حتصير حرب. فقبل الحل السياسي صارت حرب. نعم صحيح. وإلى الآن موقفه مازال مش واضح. خلينا نزيد وناخذ بعض التعليقات. في عندنا عبد الحكيم خليفة يقول الله وحفتر وبس، ويرد عليه القمودي أحمد يقول استغفر الله العظيم، الله ثم رسوله ثم الوطن. في سارة عباد تقول جايب بيخرب البلاد علي حفتر. عبده يقول حياكم الله قناة التوار، ويقول سيالة طالع زردة مش عارف أي منطقة بالضبط. السلام يقول مش عارف تبرع يا فنان يا مضحكة شنو سراج شاهد طيارات المدنيين عزيز جت لها مسراج بالطيارات، ما فهمتش يعني ممكن بالسنسكريتي هذه. يقول سيالة بايع أيضا. عبده شنانا يقول بالله ضيفك مستفز ويحرك في ديه هلبة ويضحك بدون سبب. أوكي فرد عليه. لا خلاص تنفنص هيك وماش حاول ماش حرك يديه. تمام وصلت يا عبدو. الحاجة الثانية أسامة، إعلام الكرامة ربما وحتى ميليشيات الكرامة جاتهم صفعة قوية، يعني معنوياتهم ربما انهارت بعد اللي صار أمس أن قدامهم طيارتهم طاحت وصار فيهم كذا، فربما ولدت ردة فعل عكسية يعني زادت حتى من كمية الحقد عند بعض الأشخاص اللي خلينا نسموهم مرضى نفسيين وجايين يحاولوا يقتحموا العاصمة. وفي حتى واحد منهم صور نفسه يعني تجرأ وصور نفسه ويهدد حتى في معالم العاصمة يقول ذات العماد حنطيحوها وكذا. فنعرض الفيديو سامة خلي المشاهدين يشوفوه بعدين نستقبلوا أو نناقشوا التعليقات. كيف ما قلنا لك هذا محور الثواني هذه ذات العماد أظين ذات العماد والله يقل من 15 كيلو الله ورحمة بريك اللواطي ورحمة الشهيد بريك أقل من 15 كيلو ذات العماد كان رمين بجراد ونطيح لنا حي الأكواخ ومتفاية بدينا أمس راه بدينا أمس ورب الكعبة اليوم قال لك كلهم في راس جدير اللي يجري بشنطة اللي طق فيها 2 مليار بشنطة قال لك بدينا أمس. أعطينا فيديو القصف بالله. طيب مازال مطول شوية الفيديو
يلا اسامه شو رايك في هذه على الصور هي اللي ورايا الفيديو هذا اللي قد فيديو بساط الريح. طيب رايك في القصف اللي او في الكلام يعني اللي سمعته؟ اي هو الفكره مش المهم رايي يعني، المهم راي الناس اللي مناصرين لحفتر كيف يشوفوا في الكلام هذا؟ هل هذا كلام كويس في نظرهم؟ هل من الجيد ان تقصف طرابلس بالجراد مثلا، ان تقصف ذات العماد بالجراد؟ هو يقول ان اهل طرابلس نزحوا كلهم ومشوا لراس جدير، مع ان الحديث على راس جدير اليوم انا قلت لك الخبر اللي في الصحافه التونسيه هذا بتاع الفرنسيين اللي لكن خلينا من هذا، احنا خلينا نقوله لو صح هذا، وهذا غير صحيح طبعا، احنا في طرابلس نشوفه في الناس يعني نعرف الوضع في طرابلس كيف، لكن لو صح هذا ان الناس في راس جدير ان الناس هاربين من طرابلس وان طرابلس هم يقصفونها بالجراد، شنو الروعه في هذا؟ ليش هذا كويس بالنسبه لكم يعني بالنسبه للناس اللي يحبوا حفتر، بالنسبه للناس اللي مناصرين الهجمه هذه على طرابلس؟ شنو وجه شنو الحاجه الكويسه في الموضوع هذا يعني؟ شنو الحاجه الكويسه انك تقصف ذات العماد بالجراد او قصفت حي الاكواخ بالجراد؟ طيب طبعا هو هذا واحد من افراد كتيبه ابن حفتر اللي هي كتيبه 106 واللواء 106 المجحفل تقريبا خالد او صدام، مانيش عارف انا، هم اولاده كلهم حطهم في الجيش. لكن اسامه يعني انا مثلا مواطن طرابلسي وانت جاي بتحررني من الارهاب بين قوسين او من الميليشيات، حتى انك طرابلسي بين قوسين بالمناسبه. اي صح مزبوط. جهد يعني على سبيل التشبيه. ف جيني وتقول لي انا والله توا في عماره جنبك نبي نطيحها باش انت تتحرر من الارهاب، يعني كيف بنستقبل هذا؟ اي خلاص انا ما عنديش مشكله مع اهل طرابلس اللي موجودين في طرابلس اللي هم اوريدي ضد حفتر يعني. انا مشكلتي مع الناس اللي قاعده تناصر في حفتر، راني ما نتكلمش على المستفيدين والناس اللي جاي لاغراض خاصه يعني، نتكلم على عامه الناس اللي هو لا له ليس لا في العيد ولا في النفير، اللي هو مخدوع فقط او يظن ان حفتر جاي من اجل سلام ومن اجل تحرير طرابلس. لما يشوف المناظر هذه شنو الصورة اللي تتولد في ذهنه؟ شنو الفكرة اللي تخطر على باله؟ هل ما زال يقول فعلا ان حفتر راجل كويس وان جيش حفتر جيش كويس جاي بحرر العاصمة؟ الموضوع يحتاج بصراحة لإعادة تفكير. طيب في عندنا خليل بكير يقول بالله عليك هذا منظر جيش، في عندنا محمد الكابو يقول ديما منورين ومنصورين، الكابو الفول اللي نور، أم نبيل الله المستعان، زهرة السوسن حسبنا الله ونعم الوكيل، نوسة تقول الله أكبر، ومحمد الكاب يقول شنطة فيها 2 مليار وحرف الهام كرر 11 مرة. بالعموم خلينا نشوفوا أثار القصف اللي صار في منطقة حي الأكواخ، وخلينا نشوفوا من دخل بيته فهو آمن كيف شكلها عند حفتر. طيب نشوفه في كمية الدمار اللي صارت، يعني عمارة سكنية قديش تتوقع أسامة زيدي قديش ممكن يكون يسكنها أحد؟ ما نعرفش، لكن هو لو كان شخصا واحدا يعني، احنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرمته كيف على الكعبة، ان حرمه دم المسلم اعظم، حرمه دم عند الله المسلم اعظم عند الله، البيت هذا في يومكم هذا في نعم. فالامر ان حرمه دم المسلم شيء كبير جدا. انا ما نعرفش هل المهاجمين هذو او مناصريهم الناس اللي يناصروا فيهم يعرفوا الفكره هذه، يعرفوا ان حرام قتل المسلم، يعرفوا ان المسلم اللي مقعمس في شقته في طريق المطار وانت قصفته بالجراد هذا إثم كبير وأنت ستبوء بدمه؟ ما نعرفش الأفكار هذه موجودة عندهم وإلا لا، لكن زي ما نقول لك أنا الحديث يوجه للناس اللي ناصروا فيهم، ما نبوش نوجه الحديث للمقاتلين اللي في الميدان أنفسهم، لأن لعلهم مغيبين أو لعلهم خلاص مغسولي الدماغ يعني. طيب رسالة للناس يعني، أن الأسلحة هذه اللي تستخدم فيها ميليشيات الكرامة زي الجراد وقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة، يعني هذه أسلحة عمياء، يعني هدفها مش أن هي دقيق جدا تضرب في المكان اللي أنت تبيه، هي تعتمد عليه الكثافة، يعني لما تشوف سيارة الجراد فيها 40 طوب بالعامي وعبارة عن أنك أنت توصل دائرة كهربائية وهي تقعد ترمي، فلما تجي في منطقة سكنية زي أبو سليم يعني قداش يكون عدد سكانها؟ يعني حوالي 200 ألف 300 ألف نسمة، وتقعد ترمي بالطريقة هذه وتقول أنا جاي بنحرر طرابلس من
الارهاب. في فيديو ثاني طبعا لنفس الشخص يقول شمينا الزبده او حاجه زي كذا. بالله خلينا نشوفوه. لنفس الشخص اللي كان يقول السواني وجبهه السواني وقدامنا ذات العماد. وين قالوا دايرين شويه تفجيرات بنغازي فجرين ولد عمي سالم مرفوعه. تورس امي من مؤخرين امي. هنا نلقاها في صحتي من مؤخرين. تبعد حقينا بالعين وشمينا بنتها. نشموا في بنت الزبده بتاع البريوش. ديري تفجير تفجر حتى الدنيا كلها يا مرينا يا مرينا. يا دي عسكر يرموك. اللهم انا متحركي. نرج الشايب. امس مروح من شكل السيسي يعرفهم مصرية هاد راسها واجد. دا 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 شكلنا فخر راسه بس خليه ينوض بس. باذن الله اليوم تشوف المدفعية شنو؟ العلام هذه تشوفوا علاش معلقينا. هذه علاش معلقينا. شوف الجراد اليوم شوف الطيارة. بالله حيلك واخر. طيب أسامة يقول شمينا ريحة الزبدة متاع البريوش. هو يدلوا له في زبدة أصلا. يدلوا في زبدة إيه. ما عنديش عليه خلفية كبيرة يعني. تعرفش أنت مش مترابس يا مصطفى تعال. لا وروك البريوش حاجات زيادة يعني. هو شوف مصطفى هذا الفيديو غريب جدا بالمناسبة لأن غالبا اللي يتكلموا على غزو طرابلس مثلا وكذا غالبا يحطوا في حجج ان طرابلس فيها ميليشيات، ان طرابلس فيها من يسرق المال العام، ان جاي من اجل احبابهم في طرابلس اللي واقفين قدام المصارف مش لاقيين مرتبات. لكن ان يتحدث شخص بهذه الصوره ويقول احنا جايين لان نبوا بريوش وفيها صنه زبده حلوه. تكلم رابعتنا هولة بالتوصيل يعني 50 دينار التوصيل لبنغازي. هو السؤال انا ما نعرفش لو هو ولع سيارته وجاي لطرابلس عادي وخش ببدلة مدنية وقف على البريوش واطلب بريوش وفربيه ولا نص نص ولا كذا. الأمر عادي جدا. هو ليش جاي بصواريخ جراد بشكل بريوش؟ الموضوع غريب شوية يعني تحسها فعلا فتح مبين زي ما قال حفتر. الموضوع يبدو لي فيه أحقاد أنه بيخش باش ياخذ بريوش. أي فالموضوع فيه أحقاد مش مفهومة يا مصطفى. في حاجات بصراحة يقول لك هو الرجل اللي كان يتكلم في الفيديو قال ان السيسي ان حفتر امس روح من عند السيسي ومصار ودوتهم هلبه وحاجه زيك. لاحظ حفتر روح من عند السيسي امس. حفتر كان في السعوديه قبل الحرب باربعه ايام. جورنال ستريت تقول ان حفتر استلم اموال من السعوديه او وعد باموال من السعوديه نظير الحرب على طرابلس. كل هذا لا يلتفت اليه ما يشوف فلاش ويجي يقول اهل طرابلس عملاء قطر ولا طرابلس ولا المدافعين عن طرابلس عملاء قطر. يا راجل الثوب العماله هذا واضح جدا عليه السيسي وعلى حفتر وانصاره. لو انت هذه العله اللي تشوف فيها انت زعلان من السراج ولا من اهل طرابلس ولا كذا لانهم عملاء قطر فالميزان واحد فحتى جماعتك عملاء. هذا لو اثبتنا ان جماعه طرابلس عملاء لان ما فيش اثبات على هذا. احنا قلنا ان حفتر طلع وقال اللي تبيها مصر انا نديرها حتى لو ضد مصلحه ليبيا وما زال للاسف اتباعه في قاعد من متمسك به. اتباعه انا اشكاليتي مش في التمسك به، اشكاليتي اتباعه يطلع يقولوا انه هو رجل وطني ويحب ليبيا وان الاخرين عملاء لقطر وبيسلموا البلاد لقطر وتركيا. فهذه سذاجه في الواقع هذا امر. طيب اسامه على قصه الزبده معلش قطعتك ومعروف بهني طبعا. في واحد بعت لي على الخاص مثل شعبي يعني مش حنقوله كامل لان اخر كلمه خلي اللي يعرف الامثال الشعبيه يعرف. يقول لك شنو ينحي الزبده من فم. ايه ما يعني ربما الامر قريب لبعضه. خلينا ناخذ بعض التعليقات. خليل بكير يقول ركزوا على الدائره يقصد على الشعار اللي موجود في رقبته يقول صناعه مصريه. الله اعلم يا خليل. واحنا شفنا ذخيره مصريه في الجبهات من غنائم اللي غنموها الشباب فالدعم المصري ليس سرا يعني وجود حفتر امس وامس اول امس في مصر هذا يعني ما يحتاج دلاله ان نقول ان في دعم مصري ليهم يعني صقر الجرشي في بداية حرب الكرامة قال 400
مش حتى 40 او 10 او هذه حاويات دخاير يعني. محمود يقول ولله الحمد ام سيم المكي ويمكرون ويمكر الله، الله يحفظ طرابلس وليبيا. عبده يقول يا مصطفى هادم شموا الزبده وهيك داروا وكان كليل بريوش شنو يصير. فرج يقول خيرك ما قريت التعليق يا ابو شدوق، مش ديمقراطي انت، احنا اثنين مشدقين اي واحد تقصد غالبا يقصدك انت اللي تقرا التعليقات بصراحه. به فرج وين تعليقك اللي كتبته؟ يا ريت تعاوده، بس لان مجموعه التعليقات مرات يزرق مني تعليق هيك والله هيك. وانا اتمنى انك تقرا التعليق مصطفى قبل ما تقراه بصوت عالي، تقراه بروحك. لا عادي مش مشكله، احنا ديمقراطيين مع انه هو اتهمني، لكن يلا. طارق رجب يقول عمارات ككلة بقولوا لهم يدوروا، يعني سبحان الله ربي كرم الإنسان حتى الكافر، قال ولقد كرمنا بني آدم. فشوف روحك الكلمة اللي كتبها يا طارق وشوف فيها باقي المتابعين. الزبير يقول دمك تقيل. عمارات ككلة هي العمارات اللي انقصفت أمس في حي الأكواخ، يقولوا لها عمارات ككلة. تمام. الزبير قال لي دمك تقيل، والله أنا بروحي أصلا نعاني فيه. أحمد سالم سعد يقول سندفنك على أسوارها، توجه خطابه مش عارف لمن. أبو سفيان الليبي يقول رحم الله الشهداء الذين ماتوا دفاعا عن طرابلس. فلة تقول ربي يهدي البلاد والعباد يا أخوي، والله يحرام ونبو جيش الشرطة باش ترتاح البلاد، وشكرا على البرنامج. يقول منورين لشباب طرابلس. عبدو يعلق من جديد يقول مخلوق اللي هدد في طرابلس في مدينة جدابيا عمارتهم في تفرع شارع الانترنت. فيش داعي تقرا، ما تقراش يا مصطفى. ليش تقرا في تفصيل بيته يعني؟ والله مش عارف يعني. هو انا اصلا حتى العنوان ما فهمتاش. يقول بالامس تم قصف بالهاون في المستشفى الميداني ادى الى استشهاد 6 شباب من مصراته. رحمه الله. نعم صحيح. طارق رجب يقول والله جايكم جيش طوله من الجبل لعند المطار، وتوا ارواحكم يا اخوان. خلاص احنا واتين، يتفضل. الجيش داخل طرابلس والقناه بتاعكم نشوف فيها مسكره زي ما نشوف فيك تو، بعدين تدور وين تخدم كان لقيت من يشغلك. بقى خلاص بعد تالي تدور لي في تدبر لي في خدمه. ما تهتمش هلبه بالتعليق. المهم فهذه مجموعه من التعليقات، يعني ما عاد وصل فيها قال لي انت مش ديمقراطي. على اي حال يعني في عندنا انت تكلمت على العماله وعلى الدعم الاجنبي كذا، خلي نشوفه الموضوع. الفرنسيس اللي شدوهم في تونس مجموعة كانت مسلحة رفضوا تسليم أسلحتهم، كانوا طالعين مدني. كانوا طالعين من ليبيا لتونس في معبر راس جدير، فأوقفوا في المعبر ولقوا عندهم سلاح، صح؟ هيك الفكرة. نعم. خلينا نشوفوا مقال الصحيفة التونسية بالمناسبة، من تو ما فيش حد يقول لإخوان لا غيره، صحيفة تونسية ما لهاش علاقة بالجو اللي صاير في ليبيا، لإخوان لكرامة لميليشيات. خلينا نشوف الصحيفة شن قالت. طيب، بعد منع دخوله العثور على أسلحة مخفية داخل سيارات الوفد الدبلوماسي، تقول الصحيفة أكد مصدر أمني بمعبر راس جدير لمزيكة تونسية أن أعضاء البعثة الدبلوماسية الذين وصلوا للمعبر المهم يتحدثوا عليه أن دبلوماسيين فرنسيين كانت تحمل لوحات حتى دبلوماسية، يبدو أن السيارة إما تابعة للسفارة أو تابعة لبعثة دبلوماسية، رفضوا تسليم الأسلحة التي كانت بحوزتهم لصالح عناصر الأمن وتم التحفظ عليهم. يعني هو السؤال احنا نبغى نسأل ونطرح أسئلة، الفرنسيين هذو مع من كانوا؟ وين كانوا يحاربوا؟ نربط هذا بالكلام اللي قالتها صحيفة لاستامبا أمس أو لمس في مقالين تتحدثوا فيهم على مستشارين فرنسيين على الأرض مع حفتر. بعض الصحف تحدثت عن وساطة للبعثة الأممية، بعثة الأمم المتحدة، اللي هي تحاول تساعد في إخراج هؤلاء الفرنسيين اللي موجودين على الأرض مع حفتر. في الواقع أنا ما عنديش تفاصيل كثيرة عن الموضوع، لكن فقط خلينا نعرض الأمر كما هو، أن صحيفة تونسية في مقال لها اليوم تتكلم على فرنسيين طالعين بأسلحتهم من معبر راس جدير، وبالأمس صحيفة لاستامبا الإيطالية تكلمت على مساعدات فرنسية بشكل مستشارين على الأرض مع ميليشيات حفتر اللي جاءت من الشرق. يعني
طيب أسامة، يعني حتى بالنسبة للزيارات الخارجية، في بعض التعليقات اللي قريتها في مختلف الصفحات، طبعا ما نقدرش نجملها كلها، يقولوا والله الشايب هذا رفع راسنا قدام العالم، وشوفوا كم الزيارات اللي دار قبل تحرير العاصمة، فهذا هو اللي المفروض يمثلنا يعني، وكأنه ما يحسبوش أنه هو ماشي يتسول في التدخل الخارجي. فسبحان الله، يعني ربما قاعدين نكرروا في أن موضوعنا معركة عقول، أو هي معركة وعي بالدرجة الأولى. يعني سبحان الله، ما نحاول نطرح نقاط معينة ونناقشوها في طريقة التفكير، نلقوا احنا دائما راجعين لنقطة الصفر من جديد. والله مصطفى، احنا معناش تحديدا شيء اللي دار في اللقاءات هذه، ربما باستثناء لقاءه اللي في السعودية اللي تكلمت عليه جورنال ستريت، اللي قالت انه هو وعد بدعم بملايين الدولارات، هكذا تقول الصحيفة، مقابل او لتسهيل غزو طرابلس. لكن خلينا من هذا، خلينا نقول وين الحراك الخارجي المقابل. يعني حكومة السراج مثلا، شنو الشغل الخارجي اللي دراته ليقابل هذا الحراك، ليجابه هذا الحراك؟ يعني احنا قرينا بعض التعليقات في البداية، لا تتذكر، توجه بعض الانتقادات للأستاذ محمد سيالة الوزير الخارجية، طالع زردة وبايع وكذا. نعم، انا شخصيا ما قدرش نتهمه انه هو بايع، ولا نقول انه هو طالع زردة، بحسب التعليقات اللي موجودة. لكن يعني خلينا نقول ان في نوع من التذمر في الأوساط من 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 الجهود البائسة او الجهود الضعيفة، خلينا نقوله، للخارجية. اليوم بالمناسبة كان في مظاهرة قدام وزارة الخارجية تطالب بيان واضح، يعني لموقف سيالة والخارجية، بموقف واضح من ما يحدث. هو بالمناسبة احنا خلينا ما نقولش ما فيش موقف، راهو الخارجية دارت يعني بيان، او دارت شيء تندد فيه بهذا الغزو على طرابلس، والخارجية هي جزء من الحكومة بصفة عامة. يعني رئاسة الوزراء لما تصدر بيان ولا شيء، هذا بشكل او باخر يتضمن الخارجيه باعتبارها هي جزء من هذه الحكومه. لكن هو السؤال في الجهود الخارجيه. انا للاسف ما بيش نتحول لمحلل سياسي ونحكي، لاني ما نعرفش حقيقه، احنا المفروض نعلق فقط على التدوينات اللي نشوف فيها في السوشيال ميديا، لكن هذا امر بصراحه يخنق، عرفت، امر يعفلك بجديات، يعني يستفز. ليش ما نشوفوش في حراك من الخارجية الليبية يشابه الحركة اللي صاير لحفتر؟ يا رجل، أمس ماشي للسيسي، ولا أولامس في عز الحرب ودقة هنا وحرب وجبهات مفتوحة، هو ماشي للسيسي. والموقف متاع طرابلس قضية عادلة، قضية من السهل نصرتها، ما تبيش محامي بارع، تبي محامي يتكلم، بس تبي واحد يقول الناس تعالوا شوفوا شن صاير عندنا. لكن السكوت هذا والتخاذل وكذا أمر بصراحة يوحي بأشياء قد تكون مش حلوة. طيب ناخذ مجموعة من التعليقات. طارق يقول نحن نبو الجيش، ناصر يقول منورين ربي يحفظكم. بلا دقيقة قبل تكمل، نحن نبو الجيش، رأي هذه كلمة كلنا نقولوا فيها، ما ظنش إن في ليبي عاقل يقول أنا ما نبيش الجيش، هذه كلمة عامة وما فيش عليها خلاف. راهو نعم. ردوا بالكم، تتخيلوا ان اللي في طرابلس ما يبوش الجيش، واللي في الشرق يبو الجيش. هو كلمة فضفضة او كلمة حق اريد ابنها باطل هي كلمة بعض الناس كلمة يعني. حق يعني كلنا نبو الجيش. السؤال اللي يقصف الامنين بالجراد جيش والا لا، اللي ينبش القبور هذا نعم. جيش والا لا، اللي يقول انا شميت صنة البريوش وما عادش نبي نولي وبنقصف ذات العماد، هل هذا جيش والا لا؟ هذا السؤال المطروح. الناس اللي قتلوا الشرطي في البيفي اظن تو من نعم. يومين رحمه الله عليه، وقالوا ان ميليشيات يعني، هو وقالوا ان عمليه نوعيه، هو قتل رجل شرطه، فكان الجيش اللي جاي من الشرق هذا يبي يقتل الشرطه في طرابلس. الممر غريب شويه. طيب عيسى محمد يقول اهل طرابلس اهل حضاره ولن يرضوا بالركوع للعسكر. فل تعليقها مديح لي وليك. عبدو يقول حياك الله اخوي اسامه، معاش تقول قطر شوي، قناه الحدث تطلع ويقولوا هذا امير داعش. بالله بالمناسبه على قناه الحدث، يعني قالوا بعد تم استسلام احدى كتائبهم او ميليشياتهم في جبهه وادي الربيع لقوات الجيش الوطني الليبي، قالوا ان جماعه فرسان جنزور سلموا ارواحهم لميليشيات الكرامه. خلي نشوفوا صوره العاجل بس بعد ما طلع على القناه. طيب اي انا شفت هذا العاجل امس. هذا بالمناسبه كان، انت تعرف ان في مجموعه من ترهونه امس
باتفاق ما سلمت لقوات الجيش الليبي في طرابلس واتفقت وسلمت أسلحتها، سلمت سيارات تايجر أظن وبعض السلاح. فبالتزامن حين حصل هذا ولما طلع العاجل هذا وأن في مجموعة تابعة للقوات الغازية لطرابلس سلمت نفسها وكذا، بشكل ضربة مضادة كتبوا في قناة الحدث هذا العاجل. مباشرة بالمناسبة الإعلاميين تواصلوا مع الكتيبة وبيّنوا يعني خلل هذا الخبر. القوات اللي سلمت لقوات طرابلس عرضت صورهم، عرضت صور آلياتهم، أسلحتهم. خلينا نشوفوا الفيديو. كل هذا موجود، لكن فرسان جنزور اللي حكوا عليهم انهم سلموا طبعا ما عرضوا لهمش اي فيديو لان ما فيش حاجه منه هذا يعني للسريه العسكريه ربما. خلينا نشوفوا الفيديو للكتيبه اللي سلم. هنا بساط الريح، هذا اللي كنت الفيديو بساط الريح، منورين يا تريس، الحمد لله على سلامتهم، وصلوا بسلام بفضل الله عز وجل، منور شيخنا سيف اللي وصل بيهم امرهم الله يبارك، ومن اول يوم قلنا الشيخ ما يخونش، الحمد لله رب العالمين، راجل من يوم قامت الدوره يحارب معنا، مستحيل بيحارب مع المتمرد بفضل الله عز وجل، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد، منورين التريس، فرحتنا كبيره اليوم. أسامة بالصوت والصورة، يعني الحاجة اللي ممكن الناس ما تركزش عليها أن احنا جيشنا مدى به أنه يستقبل أسرى ولا يقتل في الجبهة، يعني مدى به أن الدم ما يسيلش. خلينا ناخذ شوي مجموعة من التعليقات لها علاقة بالأمر. فرج يقول الطيارة اللي طيحها صاروخ حراري مدفوع الثمن من رزق الليبيين، كانت حساب ضربة واحد برشاش 14 ولا 23، وممكن يكون المستخدم للصاروخ مش ليبي بوكل. على فكرة حتى اللي عمره 7 سنين يقدر يشغل الصاروخ ده، إنه نظام عدسات تحط عليه الطيارة وتبعت الصاروخ ويتبع بالحرارة، يعني ما يبيش فقي. أخاف الله يقول ربي هني بلادنا ويحفظ أولادنا، بارك الله فيكم. اللهم نوري معتوق يقول يجب الاتصال بجهات الخلاف وحل المشكلة، يعني كأنك تتكلم عليه حاجة بسيطة جدا، يعني واحد جايك بيعتاد عسكري من 1000 كيلو، يعني شو بتتصل بيه ولا بتكلمه؟ هو إن شاء الله لو حلت المسألة سلميا ورجعت القوات الغازية فهذا ما فيش حد يكره يعني. الشيباني ابن المطرد يقول والله نتحدى اي قناه من اعلام الكرامه يتحدث مديحها بكل شفافيه مثل التناصح. سناب الحي يقول الله يعينكم. مسام الخازمي السلام عليكم منورين وربي يحفظكم. فرج كريكش طبعا الناشط المعروف يقول يريدون، قصدك يا استاذ فرج على الاقل توضح، يريدون ليطفئوا الله بافواههم على الارض. نعم. محمد الصغير يقول معلش يا أخوي مصطفى راك تكلم في ناس مش حيقتنعوا، لو تتكلم مدة سنة كاملة هم يبوا هكي، هم يحبوا البوتيل الله غالب. عبد السلام الفايد يقول مش ذات العماد هذا وصوامع الشعير. المصراتي متكنطي يستر الله إن شاء الله غير بالك يروق، بس يومين على تصريحات الحجالة ركن بشان تبوت انتماس الرجل القاعدة وترأسها لفرع القاعدة بشمال أفريقيا، المدعي العام العسكري بالمنطقة الشرقية تجاهل هذه المعلومات ويتأخر في إصدار قرار على حفتر بداعي التخابر مع جهات مصنفة إرهابيا. مش عارف، ربما كلام خش في بعضه. أم أويس تقول نبي نعرف من أي طينة هؤلاء، من نفس الطينة اللي ربي خلق منها باقي البشر، لكن ربما العقليات تفرق، يعني خارجية الوفاق فيها خلل وهذا شيء خطير. أكرم الفطيسي يقول نحيي ضيفك الكريم، عندي كلمة واحدة للأسير طرابلس فيها رجال وفي تصميم للدعاية والطباعة أجدابية، طبعا هذا خش باسم شركة مرة واحدة، والله وبالله وتالله ما هن سيارات كتيبة 166، من قال لك انها سيارات كتيبة 166؟ ربي يحفظكم من بريطانيا، احنا قاعدين في طرابلس والله القلب يتقطع. عبد السلام يقول الله المستعان يا مصطفى طول عمرك متحامل. منورين لين دايرين مزاود. الله أكبر، نحن في الجبهة تدعونا بالنصر إن شاء الله، ربي دائما ينصر صاحب الحق واللي دافع على الحق وعلى أرضه وعلى شرفه وعلى بدينته وأهله. تسلم عليكم أمي وقالت لكم ربي يعينكم. اللهم آمين. اللهم آمين يا رب.
اللهم لك الحمد على النصر، واسال الله ان يرحم الشهداء. انتهى حفتر على اسوار طرابلس. اسامه، يعني ربما في نوع من الوعي شويه، او حتى غياب حتى بعض مؤيدي عمليه الكرامه، ممكن نكون نجحنا شويه. وان شاء الله نكون نجحنا طبعا، لكن بالمناسبه هذه لانها قناه التناصح، فغالبا من يشاهدها هم الناس اللي معاك، يعني اللي يتفرجوا علينا هم الناس المناصرين لنا، عرفت؟ فما تقدرش هل بتقيم قداش أثرت أنت في الناس، لكن هي معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. يعني إحنا على الأقل يوم القيامة لما ربنا يسألنا شندرتوا في الحرب هذه، نكونوا عندنا المعذرة هذه. بالمناسبة اللي سأل قال من أي طينة خلق هؤلاء، وأنت قلت له خلقوا من نفس الطينة، هذا تعبير مجازي، يعني هو لا يقصد تحديدا من أي طينة خلقوا، هو يستنكر. هو والله أنا بجد يا أسامة، أنا ضد التعبيرات هذه، حتى ضد قصة جايينا من الشرق وجايينا من كذا. يعني سبحان الله، يعني ليش التركيز على الحاجات زي دي بالضبط؟ والله في موقف بجديات يعني يثير القلوب ويحركها. كان في نشاط لمفوضية الكشاف على مستوى ليبيا في الأردن، يعني وإن كانت قديمة ربما شوية، في البعض نشرها في وقت الحرب الآن، لكن هي ربما تكون من العام اللي فات. خلينا نشوفه في نهاية الملتقى وفي نهاية النشاط هذا كيف كان العناق. يا ريت لو تعرضوا لنا الصور، يعني شوف أسامة العناق كان بالدموع. يعني لاحظ كمية الحزن وكمية الشقاق اللي نشرة حفتر بالفتنة اللي دارها بين مناطق ليبيا بالكامل. هو يعني ما دخلش في أي منطقة دليل. احنا ما احتاجوش دليل مصطفى باش نثبتوا ان اهل طرابلس يحبوا بنغازي او ان اهل بنغازي يحبوا طرابلس. بصفة عامة العلاقات جيدة بين الناس. انا كتبت على صفحتي في فيسبوك من يومين ان اكثر ما اخافه في هذه الحرب هو ان تخلف هذا العداء القبلي اللي ما قدرش يدير على القداف في زمان، ان يبدا في احقاد بين الشرقه والغرابه، خلينا نسموها هيك. لكن اظن بصفه عامه راهو عامه الناس هم اذكى من هذا وارقى بصراحه. انا اكره الشخص اللي جاي ببندقيه وجاي بيغزو طرابلس وبيحتلني، لكن انا ما عنديش مشكله مع اصدقائي اللي انتمائهم العرقي لبني غازي او لمدن الشرق مثلا. طيب، في عندنا ولد الجبل كاتب حرف الهاء 12 مرة تقريبا، اي 12 على اساس ضحكة. يعني النصر قاب قوسين، ربي ينص الجيش، هو ناسي حرف الراء، ينصر الجيش بقيادة المشير، الجيش خش المشروع يا مشدق. دير بها هاشتاج الكلمة دي. هو شوف أكثر يعني. هو شوف من هو جيش خش المشروع فعلا، هو يقصد المشروع في منطقة بوسليم، خش لأمس في الليل بقذائف الجراد، شفنا النتيجة. نعم. صح. لكن ما تهتمش هلبة بهذا النوع من التعليقات. بكري في واحد كتب ما أتكلم على قطر، يقول عليك داعشي. تعرف في 2013 كان في احتفالية تسليم السلطة بين المؤتمر، بين المجلس الانتقالي والمؤتمر الوطني لو تتذكر. في حفل التسليم لو تذكر جاءت الأستاذة سارة المسلاتي وقدمت الحفل، بعدين صارت إشكالية هيك، فنزلت الأستاذة سارة وجيء بي كلموني أنا باش نجي نقدم بقية الاحتفالية. فثاني يوم أو في نفس اليوم صفحات فيسبوك شن تكتب؟ يكتبوا حاطين صورتي وكاتبين ليش جايبين واحد قطري يقدم في مكان سارة المسلاتي، ليش مش جايبين شاب ليبي باعتبار شكلي زي القطريين بزعمهم زي الخليجيين يعني. فكان الموضوع مضحك وضحكنا. لكن الغريب ان بعد وهذا كلام دار ضجة هيك لمدة يوم او يومين وخفتت ونسوها الناس، بعد ممكن ستة شهور كنت نتعشى في كورينثيا، كان عارف المطعم تاع كورينثيا جيلوطة هيك، ففي واحد مصورني من فوق وكاتب القطري اللي قدم احتفالية تسليم السلطة قاعد أو ساكن في كورينثيا وقاعد يتعشى في كورينثيا إلى اليوم. الله، يعني فمحاولة إقناع هؤلاء أنك مش قطري تكاد تكون مستحيلة، عرفت؟ خاصة أنك أنت تقرأ في التعليقات مثلا جماعة شرعنا وأصحابي وكذا يكتبوا لا يا أولاد هذا ليبي اسمه أسامة الرياني مش عارف شنو.
فالبعض لا يصر انه هو قطري وانه هو جايبينه لانه قطري وكذا. فالناس هادو انت ما تقدرش تناقشهم احيانا. انت الفكره مصطفى انك تطرح الفكره، هو يبحث على الشهره ربما ان اسمه يندكر وقال الكلمه الفلانيه، فاوكي يعني ممكن توا جنبنا فرين يضحك هو على اي حال. يعني الجمال جمال الروح، خلينا نقوله بنرفع معنويات نفسي شويه والحمد لله، يعني ما فيش اشكاليه. لا هو قبل فتره كنت ضعيف شويه، بعد تالي بعد الزواج يعني الراحه النفسيه لها دور، فاسمنت فعادي جدا، هذه خلقه ربي يعني. الموضوع على وزن ما نحبهاش لان يسموني غيرون الموضوع. لكن يا ريت يعني لو يكون النقاش ليها علاقة بموضوع الحلقة، فيعني هو تجيش تقولي والله خشمك كبير والله انت هو هذا ملحظ مهم، فهذا ملحظ علاقة يعني. هذا ملحظ مهم يا مصطفى. غالبا في الحوارات الإنسان ضعيف أنا كنت نتمنى أن المعلقين تو المناصرين لحفتر بدل ما يكتبوا أنت سمين ولا يكتبوا مش عارف الله وحفتر وكذا، خلي يعطونا تفسير منطقي. يعني احنا حتى عنوان الحلقة كان واضح أسامة. اي أنا كنت أقول لك خلي يعطونا تفسير لماذا قصف حفتر حي الأكواخ بالجراد، ليش صار قصف على طرابلس؟ ليش الرجل هذا الجيش يقول نبي نجي ناخذ بريوش وزبده وكذا بالسلاح؟ هذه الاسئله المنطقيه اللي احنا نبحث لها عن اجابات. لكن الردود من باب انت سموني ولا انت شين ولا انت شكلك قبيح قوية ولا كلمه سموني قصدي anyway الكلام من النوع هذا. تعرف انا نقدم في برنامج سيمافرو، فدائما تجد في التعليقات هذا النوع من التعليقات. نادرا ما تلقى حد يناقش موضوع الحلقه من اعدائك. غالبا اعدائك يسبوا هيئتك، يسبوا شكلك، يسبوا لونك، علاش انت لونك كذا، علاش. ففي الواقع هذا الاذكى انك انت ما تردش عليه اصلا، عرفت؟ طيب لان ما زال لنا اربع دقائق، مش عارف لو المنتج يقول لي بس اذا كان في ما زال فيديوهات او جوانب ما زال ما غطيناهاش في الحلقه. طيب تقريبا تناولنا كل شيء أسامة. أيه خلينا نقوله إن احنا نكرر في الكلام هذا كل حلقة، أهل طرابلس ما يحبوش الحرب، أهل طرابلس كانوا يتمنوا إن أن يعم السلام. لكن أن تهاجم، لما تهجم على إنسان، بالمناسبة غسان سليمان بكري استخدم جزء من معلقة زهير بن أبي سلمى، تعرف شنو يقول زهير في نفس المعلقة؟ يقول ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلمي. نعم. يقول الإنسان اللي ما يدافعش على روحه ينضرب بمعنى آخر وينظلم. فالأصل إن الدفاع عن النفس حق مشروع. الأصل إن البعثة الأممية اللي المفروض دورها إرساء السلام، من إرساء السلام أنها تنتقد الجهات المهاجمة لطرابلس، أنها تنتقد الجهات الغازية. نعم. طيب أسامة لأن فقط الوقت معاش يسعفنا، في عندنا فيديو لتصريحات المسماري، مانيش عارف وين الأولى ولا الثانية اللي صادقة، خلي نشوفوه على السريع. وهو احتجاز حوالي 128 جندي في بوابة 27. أولا نعم حدث ذلك، ولكن كيف حدث؟ هذا سنعرفه من خلال التحقيق الذي الآن باشرت فيه النيابة الكلية في سرمان، استبرقة سرمان، بتكليف من السيد المدعي العام العسكري بناء على تعليمات مسددة من السيد القائد العام. كم لدينا شهيد وكم لدينا جريح وكم لدينا مفقود؟ أولا لم نبلغ حتى الآن عن أي مفقود في العمليات العسكرية على الإطلاق، يعني لا يوجد لدينا أسرى. هناك فبركات في صور لأطفال في طرابلس على أساس أنهم من القوات المسلحة، هذا الكلام طبعا فبركات تعودنا عليه وحتى المواطنين تعودوا عليه، ولكن نحن لحد الآن لا يوجد لدينا مفقود واحد من القوات المسلحة العربية اللي والله يا أسامة حد يفبرك لنفس الشخص اللي يقول راو داروا لي فبركة وعلى المباشر. هذه بصراحة إبداع رائع جدا. لكن بس عمر شكله مش فاطر لما خدم الفيديو، داير سنة 2018 فالفيديو في 2019 يا عمر، قبل شويه تو قبل يومين. فعلا هذا غريب جدا. المسماري خرج يوم 5/4 يقول احنا عندنا عدد كذا 100 ومش عارف قداش جندي اعتقل او اسير في الزاويه. بعد 5 أيام مباشره يطلع ويقول لا احنا ما عندناش اسرى. المشكله يا مصطفى انا قاعد نقول لك حب حفتر وحب المسماري وشوفهم حتى انبياء، لكن خليك لكن عقلاني، خليك عاقل، قول هذا الرجل يكذب علينا صح. فاسال طيب الله. بنستاذن المخرج بس في انه يعطيني دقيقتين، خلينا نكونوا ديمقراطيين، وان كانت معظم التعليقات اعجاب بشخصيتي انا وسامه، بارك الله فيكم على اي حال.
حمزة يقول ربي ينصر جبهة الإعلام. فرج يقول المشكلة في أصول المهنة مع دور أستاذ مصطفى. ما نعرف شنو القصد بالتعليق. مرام تقول الله أكبر ربي يفتح عليكم. خليفة أبو حجر يرد عليه واحد من التعليقات. في المصرات المتكنطي يقول شو رايكم نطبقوا قانون بالعيد الشيخي عليه من الله ما يستحق؟ لا يا مصراتي، عمر المختار قالهم ليسوا قدوة لنا. طبعا تعليق في كتاب امس من السراج امر بالافراج عن الاسرى اللي اقل من السن القانونيه. في محمد يقول مصطفى اسلوبك الشعبي وتقديمك فكرني ببرامج يتقبلها المواطن تخليه يتابعكم وينشد للحلقه، خاصه في البرنامج تصديق لاخر الاخبار للغزو الحفتري للعاصمه، ربي يحفظها. في عيسى الصوي يقول قال الله تعالى افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والله ما نبوش نوصلوا اخونا عيسى للدرجه هذه، فقط نبوا تنوير العقول، لعل في حد عنده وجهه نظر مختلفه فناقشوها مع، ما نبوش نوصلوا لموضوع تفسيق وتكفير وكذا وكلام هذا يعني كبير شويه. السلام عليكم خوي بالله عليك، تكلم على الجنوب، خلي الجنوب يتحرك ويسكر على الطريق، نب انتفاضة أكبر من هيك بعون الله. المشروع عسكرة الدولة فاشل. في أيضا ما عرفتش نقرأ الاسم لكن تقريبا وائل يقول والله قلة أدب بعض التعليقات، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربي يحفظكم يا أخ أنت وضيفك موفقين. في أبو عبد الحفيظ يقول لك منور يا خليجي. عبد الرحمن سبسي يقول إرضاء الناس غاية لا تدرك. عبد الرحمن أيضا يقول لأن القصف سلاح الضعفاء. معلش أكثر المعلقين ربما ما عادش نقدر ناخذهم لأنهم كثيرات، تجاوزوا تقريبا 50 تعليق. نشكرهم جميعا بالمناسبة لاهتمامهم ولتعليقهم واهتمامهم بالحلقة. يعني حاولت حتى ناخذ وقت زيادة نقرأ بعض التعليقات، وتمنيت أن يكون في آراء مخالفة لنا نختم بها الحلقة. أسامة من جديد، يعني بعد اللي صار أمس في طرابلس وكمية الحقد اللي انصبت عليه الآمنين اللي حفتر، قال لهم أنتم راح يكون جوكم مليح، أنتم ارقدوا طمنوا، احنا إن شاء الله الجرد يوصلكم لحوشكم. أولا أسأل الله أن يحفظ طرابلس ويحفظ ليبيا كاملة. أنا أتمنى أن يكون هذا القصف متاع أمس هو جرس منبه للغافلين للي كانوا يظنون أن حفتر فعلا جاي لتحرير الآمنين وأن من دخل بيته فهو آمن. أتمنى أن يكون هذا القصف متاع أمس جرس، أتمنى أن لا يتكرر، وأتمنى أن يحرك المجتمع الدولي والبعثة الأممية. أتمنى أن أنصار حفتر الموجودين في طرابلس إلى اليوم نعم. يتعلموا أن هذا مش في صالحهم يعني. طيب خيرية تقول ليش ما قريتوا تعليقي زعلانة؟ والله في غيرك حتى هم زعلانين. شكرا لك أسامة، شكرا للمخرج لأن أعطاني دقيقتين زيادة، ويستر الله في برنامجي مع الإدارة كيف بعدين. إلى اللقاء. We'll be right back.